ربما هو مثلنا في هذه الساعات يطوي ظلا، لكنه هو وحده الشخص الذي لم يبك في هذا الصباح ولم يرى الموت المحلق فوقنا كالسطح. الأحياء هم أبناء عم الموت، والموت نيام هادئون وهادئون. هنا كانت النهاية. يطوي ظله بعد مرور سنين على كفاحه السياسي والثقافي. محمد البطراوي يرقد بينهم روحا ويرحل جسدا، تاركا خلفه أقرباءه وأصدقاءه ومن تلمس من كتاباته وثقافته وكان معه في مسيرته النضالية عبر 80 عاما. هذا الغياب اليوم، هذا الرحل الكبير، يشكل خسرانا مبينا لهذه الثقافة التي أعطاها أبو خالد البطراوي حتى آخر نفس في الحياة. رأيت جنازة فمشيت خلف النعش مثل الآخرين مطأطئ الرأس احتراما. لم أجد سببا لأسأل من هو الشخص الغريب وأين عاش وكيف مات. يسيرون خلف نعشه مطأطئين الرأس احتراما لمن لمع اسمه كالبرق في داخلهم، يتحدثون عن إنجازاته الكثيرة باعتباره سنديانة الثقافة الفلسطينية وأحد مؤسسيها. استضاف بيته عشرات المرات لقاءات وحدث النضال الفلسطيني بين القطاع والضفة بعد عام 67، ثم في توحيد موقف الشيوعيين الفلسطينيين أيضا في الضفة والقطاع من خلال الحزب الشيوعي الفلسطيني وحزب الشعب الفلسطيني فيما بعد. أحياء هم أبناء عم الموت، والموت نيام هادئون. ربما هم مثلنا في هذه الساعات تجوب مخيلتهم بحثا عن رائحة أبي خالد بين ثنايا البيت القديم، بيت العز كما سماه أصدقاؤه لاحتضانه القادة السياسيين والمثقفين والأدباء والصحفيين. فلنا لقاء خاص جمعنا بالفقيد قبل وفاته بيومين. والشعراء والرسامون في هذه الغرفة كان يأتي إسماعيل شاموط ببداية أفكار لوحاته ونتناقش حول اللوحة حتى اللون، ما هو اللون المفروض أن يكون، ما هي الخلفية، ما هي كذا إلى آخره. لم أكن أنا في مستوى إسماعيل شاموط فنيا، ولكن كانت لي قراءات نظرية التي بموجبها كنت أستطيع أن أميز الخط واللون. وما أن ينتهي من سرد قصة حتى يبدأ بأخرى لتشعر بدفء الكلمات الأدبية والمشاعر التي فاضت منه حزنا وشوقا لزملائه. رحم الله خليل. في هذه الغرفة أيضا كان يأتي ماجد أبو شراج، نتحدث ونتناقش، وقد كتب هذا الحكي في مقدمة كتابه المشهور في القصة القصيرة. ومن أراد منهم أن يبحر بين سطور الكتب القديمة والحديثة يزور هذا البيت ليجد أكبر مكتبة بيتية في فلسطين، تعتبر مرجعاً للعديد من الباحثين في مختلف التخصصات. فكرة المكتبة تكبر عند الجميع، ويأتي إلى المكتبة دائماً أجيال جديدة. هذه الأجيال الجديدة تجد ما وجده السابقون تجده موجودا هنا. كل كتاب له تاريخ وله قصة، وكل كتاب عشرات إن ما كانش مئات الأيادي قد تناولته وقرأت فيه صفحاته. وفي كل غرفة تجتاح الكتب رفوفها وأسرتها، فمن يستلقي هنا يقرأ إما كتبا سياسية أو اقتصادية أو أدبية، ويميزها وجود مجلات ومجلدات قديمة. العشوائية هاي المكتبة هي بتخليك إنه أول إشي إذا بدك ترجع لأي كتاب
بدك أنا بتذكر لون الغلاف، بتذكر قياسه، وبالتالي بضطر إني بدي أفتش على كل المكتبة، وأنا بفتش بطول هذا الكتاب إيه قضية وثلاث مناظرين زهير صبار كتبه، إيه الطاهر والطار اللاز كذا، ببدأ أتذكر بسترجع كل شيء. ولكي يتم الحفاظ على هذا الموروث الثقافي كان لابد من رفضه بالكتب الجديدة وإعادة فهرستها بشكل يسهل الحصول على الكتاب الذي يحتاجه القارئ. وهنا نقف لنستذكر قول أبو خالد بأن الكتاب حوار يضيء في داخلنا شموعا لا تنطفئ، فلنحافظ عليها. يشعل مهجته قنديلا في العتمة، منتصب القامة كسارية تمخر في اليم، لم تحن هامتها للعواصف ولا لقراصنة البحر والبر. بهذه الكلمات عبر عبد الرحمن عن حبه لصديقه الراحل، فذكريات قديمة جمعته به ليعود بنا إلى عام 48 حيث المنشأ في قرية أسدود. وهكذا كانت علاقتي للقرية من العمل الصحافي، العمل التطبيقي على الفلاحين، الآن على العمال، بعد ذلك على المثقفين. فأنشأت أنا ومجموعة من الناس نادي في أسدود سميناه نادي العزيمة. جاب المدن الفلسطينية من شمالها إلى جنوبها، وكان له أمل أخير قبل وفاته أن يزور أسدود. لم يكن مثقفا ومناضلا فقط، بل كان الزوج الطيب والأب الحنون. هو الإنسان المثقف والمبدع وهو الخلوق، يعني ما في زيه. يعني أنا 53 سنة أنا وياه، يعني الهنا والإنصات وكل شيء، يعني ويعني وفر لي كل الأشياء الحياتية اليومية والاجتماعية وكل شيء. يعني حصن دافئ احتضن هذه العائلة ثقافيا واجتماعيا، ارتبطت جدرانه بمثقف مبدع مهددا بفقدان المنزل الذي قضى فيه نصف عمره بحكم من محكمة الناقد بإرجاعه إلى أصحابه الأصليين الغائبين منذ 60 عاما. قلنا أنه أنتم بدكم تخلوا البيت خلال فترة معينة، هذا قرار المحكمة، فصار مداولة مع المحامي، المحامي قال بعطيكم شهرين. أنا لا ما بتركش البيت مهما كان، يجوا الشرطة يحملوني ويضموني برا، هذا وقتها يكون قضية بيني وبين السلطة مش قضية بيني وبين. عزيمته لم تنكسر، خرج من البيت بقدر إلهي ليشيع إلى مثواه الأخير. رحل وفي قلوب الألاف غصة الفراق، رحل في يوم ميلاد رفيق دربه الشاعر محمود درويش، ولم يكن عابر سبيل بين كلمات عابرة، بل كان كل الكلمات قلادة تزين جيد السماء، وحينها يطيب السلام عليك وعليك السلام. ريم أبو لبن لقسم المالتي ميديا لوكالة وفا.